أين نذهب؟ من نلتقي؟ ماذا نلعب؟ مع من نحكي؟ نهو المرح والاستكشاف. أنا وأهلي. رحلة سفاري مزعجة. ماذا سنلعب اليوم يا كيت؟ لنرى ماذا في الصندوق. انظري، قبعتا سفاري وآلتا تصوير. لنذهب في رحلة صيد. فلنكن أول من يلتقط صورا للقردة المتسللة. نعم، هيا بنا ننطلق. كيتي كيتيز. كان كيت وكيت متحمسين جدا للوصول إلى الأدغال والتقاط صور للقردة المتسللة. أي طريق يؤدي إلى الأدغال؟ ذلك الطريق. هل أحضرتما عدة السفاري؟ عدة السفاري؟ نعم، ستحتاجان إلى مرهم مضاد للحشرات وإلى أحذية لعبور الأشواك، وأخيراً إلى مصباح ينير لكما الدرب. كلها موجودة هناك. شكراً لك. أترى المرهم المضاد للحشرات؟ لا، وجدت أحذية التسلق؟ لا، لنغادر وحسب. نعم، فآلة التصوير تكفي، لا نحتاج إلى أشياء أخرى. وتوجه كيت وكيت نحو مستنقع الأدغال، ولكن أين هي القردة المتسللة؟ ها هي! من الجيد لم ننتظر. هيا فلنلحق بها. فجأة صادف كيت وكيت شيئا لم يحسبا له أي حساب. أو الحشرات القارصة. توقفي. أو 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 أو, أو. ليت مرهم الحشرات معنا. أين اختفت؟ أوه. ذهبت في ذلك الاتجاه، هيا بنا. نجح كيت وكيت بالإفلات أخيراً من الحشرات القارصة. ها هي، بسرعة فلنلحق بها. ولكنهما وقعا في مشكلة أخرى لم يضعاها في الحسبان. أوتش، الأشواك. أوه. هذا مؤلم. لقد هربت مجدداً. لما لم نشتري أحذية المشي التل؟ لقد اختفت، لن نلتقط الصورة التي نريد أبداً. فجأة ظهر شخص غريب. مرحباً أيها المستكشفان، ما الخطب؟ أردنا أن نلتقط صورة للقردة المتسللة لكنها أفلتت منا. وكيف أفلتت منكما؟ أولاً هجمتنا الحشرات القارصة، ومن ثم أذت الأشواك قدمينا بشدة. أنتما في الأدغال وتحتاجان إلى مرهم مضاد للحشرات وإلى أحذية. نعلم، لكن العثور عليها كان يستغرق وقتاً، ولم نرد أن نضيع فرصتنا في التقاط الصورة. هل حصلتما على الصورة التي أردتما؟ لا، نحن لم نفعل. مهلاً، لقد فهمت الآن. إن أخذنا الوقت الكافي للاستعداد للرحلة فسنتمكن من القيام بما أردنا من دون عوائق. شكراً يا أبي. كيف عرفتما أنه أنا؟ هيا يا كيت لنحاول من جديد. نعم، لكن لن ننطلق في رحلتنا قبل أن نستعد. أصبحنا نعرف الآن، وقت العودة قد حان. خاضا كيت وكيت مغامرتهما في الأدغال من جديد، ولكن هذه المرة وجدت مضاد الحشرات، وجدت الأحذية، كما وجدت مصباحين. أصبحنا مستعدين. لا، ليس بعد، فلنضع المرهم أولاً. نعم، صحيح. توجه كيت وكيت إلى المستنقع، ولكن عندما حاولت الحشرات مهاجمتهما. ليس هذه المرة يا حشرات، فنحن مستعدان تماماً. مرهم مضاد للحشرات. ها هي، هيا بنا. أسرعي يا كيت. ما من مشكلة مع هذه الأحذية. ولكن أين هي القردة؟ انظري إلى أثار قدميها، لقد دخلت إلى هناك. لكن الكهف مظلم جدا. لا مشكلة، فلدينا مصباحان. نعم، لنضيء المصباحين. لما تلحقان بي؟ نريد أن نلتقط صورة لك، أي يمكننا؟ بالتأكيد. هذه لك. واو، لم أرى صورة لي من قبل. أي يمكنني أن أصوركما؟ بالتأكيد. وهكذا حظي كيت وكيت وصديقتهما الجديدة بيوم رائع.